أمانيني أستاذك. عندك فرض شفهي. السؤال الأول يقول: أذكر ثلاث مقامات. نعرف غي زوج، الأخرى والله ما نعرفهم. صح غي ذكرهم معليش. مقام شاهد وبلاصة في بلعباس سموها المقام. يا راني على المقامات الموسيقية. أيوة، مقام الكرد، مقام الحجاز، مقام البياتي إلى آخره. السؤال الثاني: أذكر كل المفاتيح الموجودة. كاي بزاف مفاتيح أستاذة، شي قدني نذكرها كي. صح أذكر البعض منها. مفتاح تاع الدار، مفتاح تاع اللوطو، مفتاح تاع العمود. صمت يا راني على المفاتيح الموسيقية. صح، مفتاح دو، مفتاح صول إلى آخره. شعيتكم تديروا الموسيقى؟ أنا ما نكذبش، مقلة في الموسيقى، بصح كي نقلع نلعب نهبلك بالسهنتي. واه تهبلني بطيط طيط تاعك. غادي إلا قلعت لك شي حبسني أستاذة. سمعني تشوف أسيدي. صح أنا ما نلعبش باطل، خلصيني لافونس أستاذة. دوك نجيك تم نشحبك بالمسطرة لافونس. غير نضحك معاك أستاذة. أيا هاكي هادي هاكي. يا درا أستاذة، والله لا تقول بيتهوفن بالصح في البطي. أريني. مريني باغي نسقسيك، هذا الآلة اللي راك تعزف بيها شاهية سانتي؟ هذه الحية الصغيرة سانتي؟ أنا حسبتها آلة حاسبة. لا أستاذة، هذا السانتي موظيفيته. بصح القفالي الأخرين وراهم؟ خليت فيه غير قفالي اللي نخدم بيهم وقلعت الأخرين. صح، بصح في الموسيقى يا الفاهم لازم تعزف على حساب سلم موسيقي. هيا جو سومو أستاذة، راني اخترعت سلم موسيقي جديد سميته سلم الريطيطيط. شوف أسيدي، ومما يتكون السلم تاعك؟ سلم الريطيطيط يتكون من نوتتين، نوتة الطيط ونوتة الريط. على بيها تعزف غير بزوج قفالي؟ ايوا هذه هي أستاذة. بصح كاع هكا ونستعرف بيك، عندك عزف مميز مطير ملسق. ربي يحفظك أستاذة. عزف لي كاش لحن تشوف. ما كاش كاع مشكل أستاذة.